تمثل البوابات الحدودية بين تونس وليبيا منفذا هاما لإنعاش الاقتصاد التونسي الذي لم يسترجع بعد عافيته منذ الثورة قبل أكثر من 3 سنوات. وبغض النظر عن المبادلات التجارية بين البلدين، تعتبر تونس الوجهة السياحية المفضلة للليبيين، إذ يتوافد الآلاف منهم سنويا على المنشآت السياحية للاستجمام أو لتلقي العلاج في المستشفيات. الاقتتال الدائر حاليا في ليبيا أدى إلى توافد أكثر من 40,000 ليبي خلال الأيام الأولى للصراع، وشكلت عملية إيوائهم مشاكل لوكالات السياحة والسفر التي ترتبط أغلبها بعقود إيواء مبرمة منذ فصلي الشتاء والربيع. قلت لهم عابين احنا وكالات الاسفار نتعبوا شويه على خاطر ما نحصلوش وين باش يسكنوا الناس اللي يجيو، معناتها يجونا بلوزيغ دوموند، الناس تحب تسكن ولكن ما نلقولهمش اماكن، لانه بصفه عامه الفتره الصيفيه الوكالات الاسفار الاجنبيه سكون ابيل لي توبيراتور يشريوا البيوت نتاع الوتله مسبقا. تفيد الإحصائيات الرسمية أن عدد السياح الوافدين إلى تونس بلغ أكثر من 3 ملايين سائح حتى شهر يوليو من السنة الحالية، أي بزيادة طفيفة على نسب السنة الماضية من حيث التوافد والليالي التي قضوها. وبحكم معرفتهم الجيدة بتونس، يقبل الليبيون على المنازل الفخمة والشقق المفروشة أكثر من إقبالهم على الفنادق، ومن المنتظر أن يتجاوز عدد الليبيين المقيمين في تونس 2.5 مليون شخص. وضع يمثل تحديا اقتصاديا للحكومة التونسية إلى جانب المخاوف الأمنية التي تؤرق المسؤولين في فترة ما قبل الانتخابات. في 2011 يعني إلى يوم من هذا تدفق أكثر من 1,500,000 ليبي موجودين اليوم في تونس، مع اللي داخلين جدد يعني نتوقع نفوتوا حتى الزوز ملايين يعني من أخواننا الليبيين. ولكن نحب نأكد كونه ونقول واجب تونس بالطبع استقطاب أشقائنا الليبيين، واجب نقفوا معهم في الفترة هذه، ولكن أولويتنا هي الأولوية الأمنية والمحافظة على أمن تونس. وتعمل السلطات في تونس على مضاعفة الجهود الدبلوماسية والسياسية ورفع درجة اليقظة الأمنية للمرور بسلام من تداعيات الأزمة الليبية وانعكاساتها على ذروة الموسم السياحي في البلاد. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.